كرة السلة هي رياضة جماعية يحاول فيها فريقان من 5 لاعبين تسجيل نقاط عن طريق رمي الكرة من خلال الطوق. الفريق الذي يحصل على أكبر عدد من النقاط في نهاية اللعبة هو الفريق الفائز. يتم لاعب اللعبة على ملعب مستطيل، ويتم تثبيت الطوق أو السلة على لوح خلفي في كل طرف من طرفي الملعب. يتم تقدم الكرة في الملعب عن طريق المراوغة أو الارتداد على الأرض أو تمريرها إلى زميل في الفريق. يسجل لاعبون نقاطاً عن طريق تسديد الكرة من خلال الطوق والتي تساوي نقطتين. إذا تم أخذ اللقطة من داخل القوس 30 نقاط أو 3 نقاط إذا تم التقاط اللقطة من خارج القوس. قصتي مع الرياضة هي قصة جدا طويلة من زمن بعيد، يمكن كانت بدايتي في سنة 1995. الرياضة أخذت جزء كبير من حياتي، موجودة في كل تفاصيل حياتي سواء بحياتي الدراسية أو في حياتي الرياضية، سواء لما بدأت في ألعاب القوة ثم كحارس لكرة القدم، بعد هالشيء يمكن اتجهت لكرة السلة، وكانت هي مسيرتي طويلة سواء كلاعب أو إداري. فجميع مراحل الحياة اللي كانت عندي صراحة كان الرياضة كانت تشغل حيز كبير فيها، خصوصا العقل السليم في الجسم السليم. هذه المقولة دائما أركز أن تكون هدف من أهداف حياتي، خصوصا أن الرياضة هي وسيلة للتواصل بين المجتمعات. فنشوف دائما الرياضة، والرياضة تجمع أكيد كل الشعوب، تجمع اللاعبين، تكون صداقات، أيضا هناك تكون علاقات مع اللاعبين. فهذه أكيد ميزة موجودة في جميع حياتنا. لما نشوف أيضا حياتي الدراسية، أنا متخرج من جامعات مصر، حاصل على الدكتوراه في التدريب الرياضي كرة السلة. فنشوف أيضا ما شغلتني الرياضة عن الجانب الدراسي، والحمد لله قدرت من خلال الرياضة ومن خلال أيضا تخصصي في لعبة كرة السلة أن أوصل لمرحلة الدكتوراه، وأني أكمل مشواري الإداري بعد انتهاء مشواري واعتزالي لعبة كرة السلة في سنة 2022. اتجهت لله الحمد في العمل الإداري. فهذه قصتي مع الرياضة، قصة بدأت كلاعب وأيضا مستمرة إن شاء الله من خلال تواجدي كمدير المنتخبات بالاتحاد الكويتي لكرة السلة، وحاليا في من خلال تواجدني في هذا الاتحاد إن شاء الله هدفي الرئيسي راح يكون خدمة المنتخبات الوطنية وخدمة الرياضة الكويتية بشكل عام. مشوار الرياضي ابتدأ في سنة 1995 من خلال انضمامي للبراعم نادي الجهرة. كانت هذه البداية من خلال تواجدي مع الوالد. كنت أكيد في عمر 8 سنوات، أكيد عمر صغير، تدرجت في المراحل السنية في نادي الجهرة، حققت من خلال نادي الجهرة العديد من البطولات سواء على مستوى المراحل السنية تحت 16 سنة أو من خلال 18 سنة وصولا للدرجة الأولى. هذه المراحل كلها أكيد بدأت بانضمامي أيضا للمنتخب وتميزي في المنتخب. كانت في بداياتي تصفيت من المنتخب الوطني، ما كان هذا يمكن سبب لي هاجس، بالعكس هذا كان دافع كبير لي للانضمام للمنتخبات اللي بعدها. لله الحمد درجت من مرحلة لمرحلة لين وصلت إلى المنتخب الأول، حققت من خلالها العديد من الإنجازات في الرياضة كمشوار رياضة. من بداية المشوار في المراحل سواء تحت 14 أو تحت 12 سنة كان مستواي جدا لله الحمد متميز، كنت أصعد من مرحلة لمرحلة. لما كنت تحت 14 قاعد أشارك تحت 16، لما وصلت تحت 16 قاعد أشارك للفريق الأول. الحمد لله حصلت أيضا فرص احترافية في نادي القادسية تحت 17 سنة كان عمري، وقدرت أني أكون يمكن لاعب رئيسي من اللاعبين اللي شاركوا في إنجازات نادي القادسية، وأيضا من خلال احترافي في العديد من الأندية سواء داخل الكويت، وعلى سبيل المثال لعبت مع نادي الكويت وأيضا شاركت مع نادي القادسية ونادي كاظمة ونادي الساحل في العديد من البطولات الخليجية والعربية والأسيوية. أيضا تشرفت بتمثيل الكويت خير تمثيل لله الحمد من خلال احترافي مع نادي أحد السعودي وكذلك نادي النهضة السعودي، حققت من خلاله العديد من الإنجازات على المستوى الشخصي وأيضا على المستوى الجماعي. ما كنت راح أقدر أوصل لهالمرحلة من خلال الإنجازات الفردية لولا تكاتف الجهود من جميع اللاعبين من الاتحادات السابقة اللي كانت تدعم جميع اللاعبين بشكل كبير. لله الحمد هذه خطوة من الخطوات اللي كنت أسعى لها أني أمثل الكويت خير تمثيل، وهذا اللي شفته. تدرجت بعد هالشيء يمكن بعد فترة طويلة من خلال مشاركتي مع نادي الجهرة، انتقلت للاحتراف كبداية مع نادي الكويت في سنة
2019 كانت بداية انتقالاتي بشكل نظام الإعارة، كنت أشارك في بطولات خليجية وعربية وأسيوية. بعد هالشيء حصلت فرصة من خلال نادي الكويت في سنة 2019 بنظام الانتقال، حققت لله الحمد أبرز الإنجازات اللي كانت موجودة عندي، سواء 2 دوري وأيضا حصلت على الكاس مرتين، حصلت على دوري 3-3 مرتين، وأيضا بطولة الخليج مع نادي الكويت. فهذه كانت يمكن نهاية مشواري كتحقيق إنجازات. بعد هالشيء انتقلت إلى بيتي الأول نادي الجهرة، انتهت يمكن رحلتي مع نادي الكويت في سنة 2021، كانت رحلة جدا مليئة بالإنجازات ولله الحمد. ختمت مشواري مع نادي الجهرة في سنة 2022 لله الحمد، حققت جميع البطولات اللي كانت متاحة أمامي باستثناء بعض البطولات اللي كانت شوية صعبة للحصول عليها، لكن بالمجمل العام الحمد لله راضي عن مشواري الرياضي اللي بدأته من 1995 وانتهى في سنة 2022. بالنسبة لأحلى الإنجازات، إنجازي مع نادي القادسية كان في سنة 2005، كان عمري 17 سنة، حققت بطولة الخليج وأيضا حققت أفضل لاعب في المباراة النهائية ضد نادي الريان القطري. للأمانة هذه كانت أول احتراف بالنسبة لي كاحتراف خارجي في بطولة خليج في عمر صغير 17 سنة، أخذت الثقة لله الحمد، كنت نجم في المباراة النهائية، حققنا بطولة الخليج ضد المنتخب القطري اللي كان صراحة من يعني أشرس الفرق اللي كانت موجودة، صعب أنك تفوز على المنتخب القطري. كان بالنسبة لنا الحصول على المركز الثاني بطولة، لكن لله الحمد توفقنا في المباراة النهائية رغم أننا كنا خسرانين في المباراة المجموعات ضد نفس الفريق الريال القطري، لكن في المباراة النهائية قدرنا نغير الخطة ولله الحمد حالفنا الفوز في هالبطولة، وكانت أول بطولة أتشرف أني أمثل فيها خير تمثيل لنادي القادسية، وهذا أكيد يعتبر إنجاز للكويت. هذا صراحة أفضل إنجاز بالإضافة إلى إنجازي أيضا مع نادي الكويت بحصولي على الدوري. أنا لعبت مع نادي الجهرة من سنة 1995 وتقريبا ل 2019، بعدين رجعت مع نادي الجهرة 2022، لكن كأغلب كانت الإنجازات ممكن بطولة كاس أو بطولات فردية، لكن بالنسبة للدوري حققتها مع نادي الكويت لله الحمد في سنة 2019. اللي ما حققته طوال مشواري مع نادي الجهرة حققتها في نادي الكويت من خلال حصولي على 10 بطولات متنوعة، كانت خير ختام لمسيرتي الرياضية. عزيز ضاري، ثلاثية من عزيز، ثلاثية ناجحة لعزيز ضاري، عبد العزيز ضاري 80-54، وعزيز ضاري بالخبرة، بالخبرة عزيز ضاري نقطتين. الداعم لي بالرياضة أكيد الوالد والوالدة. الوالد كان يمكن من بداية مشواري هو داعمني وهو قاعد يوجهني للطريق الصحيح من خلال اختيار لعبة كرة السلة. الوالد طبعا تدرج في الاتحاد من خلال عضوية الاتحاد ثم أمانة سر الاتحاد، بعد هالشيء تقلد رئاسة الاتحاد لسنوات عديدة، كان له خبرات طويلة في المناصب الرياضية وأيضا كان مدير في لعبة في نادي الجهرة. فكنت دائما مع الوالد ودائما أستمر في تواجدي مع الوالد، هذا الداعم الرئيسي لي، وأيضا الوالدة من خلال دعمي من خلال دراستي كانت تقدر توفق بشكل كبير بين دراستي وبين أكيد تواجدي في المجال الرياضي. أما بالنسبة للشخصيات الرياضية أكيد الداعم الأبرز كان لي خلال مسيرتي الرياضية الأستاذ خالد الغانم رئيس نادي الكويت، اللي كان له دور كبير في انتقال لنادي الكويت في سنة 2019 من خلال تحقيق هالبطولات. بالنسبة لشعوري لتواجد الوالد معي، أكيد الوالد أنا أتعلم منه دائما الأمور الإدارية سواء في المعسكرات الخارجية سواء في أيضا التعامل مع اللاعبين. لا الحمد أنا عندي خبرة من خلال تواجدي في منتخب الكويتي لكرة السلة، كنت كابتن الفريق، قادر أحتوي الفريق، أيضا كان الوالد رئيس الاتحاد وكنت أنا موجود بالمنتخب، فكنت عامل مشترك بين الوالد وبين اللاعبين، استفدت الشيء الكثير أيضا من خلال الأمور الإدارية من خلال تواجدي حاليا في الاتحاد ومشاركتي في لجنة المنتخبات والتدريب، ثم تعييني طبعا مدير المنتخبات في الاتحاد الكويتي لكرة السلة من خلال ثقة الأعضاء في الاتحاد. بالنسبة لسبب اختياري لعبة كرة السلة، أغلب العائلة الرياضية لاعبين كرة السلة، نتكلم عن عمي فهد برجس وأيضا سيف برجس والوالد ضاري برجس وفيصل برجس وفهد برجس وعبد الرحمن ضاري، طبعا كلهم إخواني وفي عمامي، فالعائلة أغلبها رياضية والأغلب متجه لكرة السلة. عندي أيضا من العمام لاعبين كرة يد ولاعبين ملاكمة، لكن
90% من العائلة متجهة للعبة كرة السلة، وأيضا ممكن من خلال تواجد الوالد كلاعب سابق المنتخب الوطني لكرة السلة وأيضا كمشرف ومدير في نادي الجهرة، أكيد حبيت اللعبة لأن كنا دائما مع الوالد، فأكيد هذا الشيء يمكن خلانا نميل بشكل كبير للعبة كرة السلة. بالنسبة للتنسيق بين مجال العمل والرياضة، أنا بالنسبة لي معلم في ثانوية عروة بن الزبير، وأيضا منتدى في كل التربية الأساسية لتدريس مادة التربية الرياضية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وأيضا كلاعب في كرة السلة ما شفت أي صعوبة لأن المجال واحد. لما أتكلم أنا شهادتي دكتوراه في التدريب الرياضي كرة السلة، وأيضا مجالي كمعلم في وزارة التربية، وأيضا في الجانب الآخر لعبتي كرة السلة، أيضا في فترة من الفترات يمكن عملت في تلفزيون الكويت وما زلت في تلفزيون الكويت كمحلل في قنوات الكويت الرياضية. المجال واحد، فما كان في أي صعوبة بالنسبة لي كتنسيق بين تواجدي من خلال القناة الثالثة أو تواجدي كلاعب أو تواجدي في مجال العمل، كلها مع بعض مربوطة، هواية واحدة موجودة وقادر ننسق بينها. كلمة أخيرة، أشكركم على هذه الاستضافة وهذا البرنامج المتميز واللي ما هو غريب على القناة الثالثة، كل الشكر لكم، كل الشكر للجنود المجهولين خلف الكاميرات، بإذن الله إن شاء الله نلتقي معكم في إنجازات وفي بطولات وفي أمور أخرى إن شاء الله تخص الرياضة الكويتية وتخص الرياضيين، وإن شاء الله تكون هالأمور هذه كلها ترفع الرأس، وبإذن الله إن شاء الله نلتقي فيكم في القريب العاجل.